إن الله كان عليكم رقيبا. أين المفر؟ إذا ما خلوت يوما، تقول أنا أني وحدي في هذا الطريق اللي راه مأدي من الجزائر إلى وهران، هني نمشي وحدي. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، وإنما قل علي رقيب. ثمة رقيب يراقبك ويسمعك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واحد القصة وندخلكم لصلب الموضوع نتاع الجمعة. واحد المرة دخلت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذيك اللي جبتكم عليها قصة نتاع المجادلة اللي جات قاتلوا عندي دراري، لو كان نعطيهم لوليه لو كان نعطيهم لوليه يضيعوا، ولو كنا نحكم عندي جاعوا، وانا زوجتو راه قال لي كذا وكذا. هي كانت تجادله، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، قالت يا راهي في بيت، في بيت كانت تهضر معاه، انا وبيني وبينه كاين غير جدار، انا ما سمعت والو. قالت وربي اللي راه في السماء السبع السماوات، قالت ربي راه سمع الشكوى نتاعها وهي تشتكي الى رسول الله من زوجها. هذا سمعه عز وجل وبصره، قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، في قيامك، في ركوعك، في مشيك، في صلاتك، يراك حيثما كنت يراك وتقلبك في الساجدين. قال النبي لمعاذ اتق الله حيثما كنت. لما؟ لأنه يراك، وأنه يسمعك، وأنه يعلم سريرتك الذي تكنه في قلبك. لا يستطيع الناس أن يراه، فإن الله يراه عز وجل. تعالوا بنا إلى ليلة ظلماء. يقول لك اليوم الظلماء ساك قاصحة بزاف. ربك الكبير المتعال جل جلاله ماشي يراك أنت في الليلة الظلماء، يهودي يرى ما هو أصغر منك بكثير. رأيت النملة السوداء، نملة نملة هذه في اللفظ الجزائري، البعوشة هذه السوداء، في ليلة ظلماء هي تمشي. ربك الجليل الكبير المتعال الذي قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، فربك يرى تلك النملة، يراها في تلك الليلة، الليلة الظلماء، ويسمع دبيب خطاها حتى لبا ديالها كي تكون تخبط فيهم على الأرض، يسمعها سبحانه تبارك وتعالى. هذه العقيدة. فإذا كان يراك ويسمعك ويعلم ما تكنه في صدرك، ألا تستحي من معصيته؟ ألا تستحي من مخالفته؟ ألا تستحي أن يراك على المعصية والمخالفة؟ يعجبني في هذا المقام ما قاله سيد التابعين ولا تابع التابعين الإمام الحسن البصري. جاءه رجل قال يا أبي سعيد، قال يا أبا سعيد أنت على درجة ما شاء الله من التقوى ومن الالتزام، فما سر زهدك في هذه الحياة؟ يا أبا سعيد الناس يتكالبون على الدرهم والدينار، والناس يزحفون على بطونهم من أجل المراتب والمناصب، وقد زهدت أنت في هذا كله؟ قال يا رجل إني علمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية. ربي سبحانه وتعالى إذا ظهرت الغفلة في الناس، الغفلة، وظهر فيهم الفساد، وظهر فيهم الإعوجاج والانحراف، يقومهم بماذا؟ قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يرسل الله بالآيات ليخوف الناس، فإذا خافوا عادوا، وإذا خافوا تابوا، وإذا خافوا رجعوا، وإذا خافوا أنابوا، وإذا خافوا قالوا يا ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. نرسل بالآيات تخويفا لنتوب، لنرجع، لنعود. فإذا تحركت الأرض وتزلزلت الأرض من تحت السرير ومن تحت الأقدام، فهذه موعظة من ربنا لنترك ما أفسدت أيدينا، ولنترك الحرام الذي اقترفناه، ونترك الخبث الذي مارسناه، ونترك المخالفات الشرعية التي اقترفناها بالليل وبالنهار. نترك المخالفات التي هي خلاف الشرع ونرجع إلى ربنا. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا. قال فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم الزلزال ورأيتم الخسوف والكسوف ورأيتم ورأيتم ورأيتم، فافزعوا إلى أي شيء؟ إلى ذكره، إلى دعائه، إلى استغفاره.